وصل عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الربع الأول من العام الحالي إلى ما يزيد على 5000 مستفيد، فيما بلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة ما يزيد على 830 مليون دينار بحريني. هذا ما كشفه سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، الذي بيّن أيضا إلى أن عدد شهادات التأهيل التي أصدرتها الوزارة للاستفادة من برنامج مزايا منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 332 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد انتهاء كافة إجراءاتهم أكثر من 270 طلبا، مشيرا إلى أن تقليص الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ساهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج، حيث تم اختصار المدة الزمنية من 105 أيام إلى 15 يوما للطلبات الجديدة، تماشيا مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات، بما يستدعي تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة وتسريع حصول المواطنين على السكن الملائم. هنا كل الله الحمد إقبال كبير على برنامج مزايا، ولغاية اليوم عدد الاستفادة يفوق 5000 شخص من هذه الخدمة اللي توفرها الوزارة، وبالتالي سد حاجة السكن بطريقة أسرع. والجميل أن هناك زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة لما يوفره البرنامج من مميزات، أبرزها الحصول على خدمة إسكانية فورية ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة السكنية اللي تناسب احتياجات الأسرة.